أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو صوت الساقية، أنا معكم محمد رجب في حلقة جديدة من برنامجكم في حدائق الأدب. أعزائنا المستمعين، أردت أن أصطحبكم معي للتنقل في حدائق أدبنا العربي، الأمر الذي ربما دعاكم لتسألوا هذا السؤال: ومن يهتم بالأدب وحدائقه الآن؟ وحقيقة ومن أجل هذا السؤال بالتحديد، فقد قررت أن أترك زخم الموقف السياسي ليتجول معكم في حدائق أدبنا العربي بشعره وقصته القصيرة وروايته ومسرحه، لعلنا نجد ما نهدئ به أعصابنا ونريح به أرواحنا، ذلك لما للأدب من شعر وقصة ورواية ومسرح من أثر في نفوس القراء والمستمعين. فمع الأدب سنحلق في عوالم لا تعرف غير لغة المشاعر والأحاسيس، لغة الكلمات وما تحمله من معاني تسمو بالنفس والروح وترسم لوحات كلماتية يعجز الرسام أن يضعها على لوحاته بفرشاته وألوانه، أو النحات بأدواته وصفوره. إنها الكلمات أعزائنا المستمعين، تلك الأدوات التي نستعملها كل لحظة من لحظات حياتنا، إلا أن أناسا منا برعوا في أن يجعلوا منها سحرا يخلب الألباب وتأنس الروح بقراءتها والاستماع إليها. أعزائنا المستمعين، تجولنا معا في حلقتنا الماضية في حديقة الشعر الجاهلي، وتعرفنا على ملامح الحياة في تلك الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، واستمعنا إلى فارس بني عبس، عنترة بن شداد كأروع الأمثلة على الشعر الجاهلي. واليوم نصحبكم معنا في حديقة الشعر في صدر الإسلام، فمع ظهور الإسلام وما جاء به من تعاليم وشرائع لم يعهدها العرب من قبل، فقد ضرب حياة العرب في صميم عاداتهم ومعتقداتهم ومختلقاتهم، وخرج بهم من سجنهم الروحي والمادي إلى فضاء الحياة الرحب المنطلق، فوقفوا مشدوهين وهم يصغون إلى صوت القرآن المتعالي يتهادى بين شعال مكة وواحات يثرب، صادحا بتعاليم الدين الجديد الذي ينادي بحفظ الأعراض وبالمساواة بين الناس ونبذ الجبروت والاستعلاء. فقد أسقط في أيدي هؤلاء العرب الذين هم سدنة القول وأرباب الكلمة والشعر والفصاحة، وذلك حين لمست أسماعهم أجراس هذا الكلام الساحر العجيب الذي يختلف كل الاختلاف عما اعتاد الناس سماعه من الشعر والخطب وسجع الكهان. أعزائنا المستمعين، لم يتغير شكل القصيدة بعد ظهور الإسلام عما كانت قبله، وإن بدأت القصائد تتأثر بكلمات ومعاني القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، إلا أنه اختفت موضوعات مثل الغزل الصريح والهجاء والفخر الفردي. أما فيما يتعلق بالشعراء أنفسهم، فقد انقسموا مع ظهور الإسلام إلى ثلاث فئات: فئة أيدت الدعوة الإسلامية واتخذت من الشعر أداة تدافع بها عن الدعوة الجديدة، وفئة معارضة للإسلام جعلت من شعرها منبرا تهاجم منه الدين الجديد ونبيه صلى الله عليه وسلم. أما الفئة الثالثة فقد اعتزلت الشعر تماما، وذلك لما رأوه من بلاغة في آيات القرآن، فتوقفوا عن قول الشعر وبدأوا يمعنون النظر ويجيلون الفكر في الإبداع اللغوي الذي تحمله كلمات القرآن. وإذا كنا في كل مرة سنلتقي بشاعر من شعراء العصر الذي نتحدث عنه، ونحن اليوم في حديقة الشعر في صدر الإسلام، فكان لزاماً أن نستمع إلى من لقب بشاعر الرسول، إنه الصحابي حسان بن ثابت، وهو يقارن بين قوم أبوا أن يؤمنوا بنبي جاء من بينهم يعرفونه ويعرفهم حق المعرفة، وقوم آمنوا به قبل أن يروه بأعينهم وآووه ونصروه فخرج مهاجراً إلى ديارهم. فأنشد حسان بن ثابت يقول: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويرتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم ومن يتبع الحق يرشدي، وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عما وهداة يهتدون بمهتدي، لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد،
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبته، فمن يسعد الله يسعد. ففي هذه الأبيات نجد حسان بن ثابت يلوم على قريش عدم تصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يؤمر بالهجرة إلى المدينة ليحل على أهلها بنور الدين الجديد ويهديهم بعد أن عاشوا في ضلال الباطل لسنوات وسنوات، وأن أتباع النبي يصدقونه في كل ما يوحى إليه ليلا أو نهارا. وفي ختام الأبيات يهنئ أبا بكر بالسعادة لأنه جد وتحمل الأذى الكبير في صحبته للنبي في رحلة الهجرة إلى يثرب، فمن يمن الله عليه بالسعادة لن يشقى أبدا. وإلى هنا أصدقائنا المستمعين، وفي نهاية حلقتنا من برنامجكم في حدائق الأدب، نتمنى أن نكون قد وفقنا في أن نصطحبكم معنا في حديقة الشعر في صدر الإسلام، وأن تكونوا قد استمتعتم بأبيات حسان بن ثابت، وعلى وعد بلقاء جديد في حديقة أخرى من حدائق أدبنا العربي. كان معكم محمد رجب معدا ومقدما، وتحيات أسرة البرنامج وراديو صوت الساقية، وإلى لقاء.